السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدار عمل هذا السؤال بخيرين. الله يبارك فيك أخويا. كلش مزيان. الله يبارك فيك تعمل هذا. أكرمك الله سيدي. كدار لاباس بخيرين. ولله الحمد. أنا عمل حاجة. أنا من ذوي احتياجات الخاصة. أيه. مكفوف. الله أكبر. كدارين بخيرين. الله يحفظك سيدي محمد. كيفاش مولاي كيفاش فقدتي البصر ديالك سيدي محمد؟ انا هذه 6 سنوات عامل هذا. وكيف ذلك اخويا؟ اش وقع لك؟ تمريض او شي حادثه؟ لا هذا الشيء عندنا ولاتي عامل هذا. الله اكبر. ولاتي الله يفرج عليكم اخويا. واش الزواج بالاقارب؟ الاب ديالك مع الام ديالك؟ الوالده هي اللي مكفوفه. شحال هذا؟ الامر لله، امر الله، ربي سبحانه ويقدر. مرحبا بك عمي الحاج الداعي معنا، الله يجزيك بخير. الله يحفظك سيدي محمد. الله يحفظك مولاي. سيدي محمد كيدير مع الحياه دابا انت فقد البصر من دوت شي خاصه؟ كيفاش كتعيش مع الحياه؟ كيفاش كتمارس اليوم ديالك؟ احنا عمي الحاج كنسلكوا مع الوقت. اشنو العمل اللي كتمارسوا سيدي محمد غنستافدوا منك انت فقد البصر باش كتكسب القوت ديالك؟ ما خدامش عمي الحاج، غير برك هنا في الدوار في تاريخ انت. وشكون كينفق عليك اخويا محمد؟ الاقارب عمي الحاج. وما فكرتش انك دير شي عمل ربما يدر عليك ارباح وتعيش شاكم معزز مكرم؟ هنا في البادية عمي الحاج ما كاين والو. ماشي للاسف. ما شاء الله. اقليم تارودان. اقليم تارودان هنا البادية. كاين شي تعاونيات هناك ربما؟ شي تعاونيات او شي ولا شي خاص خصو التعب في الفيلاج؟ الفيلاج يا خويا. لا اله الا الله. احنا بعد مع الفيلاج. الله يفرج عليك اخويا محمد. الله يشافيك ويعافيك. اذا ممكن النمره ديالك الله يجزيك بخير. واخا اخويا محمد باذن الله انا نشوف السطندر يعطيك النمره ديالي ولا هما يعطوني النمره ديالك ان شاء الله ونتواصل معك باذن الله. الله يفرج عليك اخويا. الله يفرج عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه فرصة ننبه إلى أن من أبناء هذا الوطن العزيز هناك فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فعلا واحد الفئة لقات العائلة، لقات الدفء العائلي، لقات التضامن العائلي، لقات التكافل العائلي، راها مستورة، راها كتلقى الحمد لله العناية والرعاية والطعام والشراب والإيواء إلى أن يشاء الله. لكن هناك فئة أخرى تنتمي إلى أسر معوزة، أسر فقيرة، أسر محتاجة. وكاين واحد الفئة حتى واحد ما كيسول عليها، في وضعية ربي اللي عالم بها. وحنا عن طريق الهاتف كيتواصلوا معنا عدد كبير منهم من مدن مختلفة من الأقاليم المغربية الحبيبة، وأنا نأسف لهذه الوضعية. الوضعية ديال الإحسان هي جميلة، ربي يحب المحسنين، لكن لابد أن نقنن الأمر. ولما لا نضع قانون في نظام التضامن الوطني يكون لفائدة هذه الفئة. هناك فئة معوزة الحمد لله. التجربة التي قمنا بها في المغرب في صندوق تدبير جائحة كورونا كانت ناجحة بكل المقاييس. استطعنا ولله الحمد أن المساعدة تصل إلى 5 ملايين أسرة تقريبا، وهذا عمل جبار وكبير. وهذا يدل على أننا بإمكاننا رغم الظروف الصعبة وبالوسائل المتاحة ممكن أننا نخلق نظام تكافلي كبير جدا في أبناء هذا الوطن. وهذه فرصة أننا نقيم صندوق الزكاة لما تنتهي إن شاء الله كورونا، نقيم صندوق تدبير شؤون الزكاة، وهنا توزع على هذه الفئات الضعيفة والفقيرة. وطبعا هذه الفئات راه لا تحتاج إلى الكثير. أنا كنت تواصل معهم في الغالب تيقول لك أول حاجة كتهمهم هو العلاج. كاين اللي عنده القدرة على أنه يسترجع بصره ويسترجع قوته، خاصهم العلاج أولا.
والأمر الثاني لقمة العيش، لقمة العيش محتاجين إليها. لكن الأمر اللي صعيب بزاف وهو أنهم اللي كيكبروا خصهم يتزوجوا ويديروا أسرة، وهنا كنلقاو مشاكل شتى، كنلقاو خصو السكن، خصو العمل، خصو المدخول اليومي. فإذا كان عنده القدرة على أنه يعمل، لماذا لا يتم تأهيله، نؤهله بأن نقيم التعليم المستمر والتعليم الحرفي المهني حسب الطاقة ديال الإنسان، يكون عنده مورد يعيش منه معزز مكرم دون أن يضطر أن يمد يده، ثم نعينه على إيجاد سكن ولو متواضع باش يكون عنده أسرة. هذا هو حق المواطنة، المواطنة هي هذه التدابير. المواطنة ماشي شعارات جوفاء، ماشي أغاني وطنية وأهازيج، هي بالأصل هي مواقف وهي تدابير اجتماعية حية وفعالة، ثم بعد ذلك تتأتي الأغاني وتأتي الأهازيج والفرحة الوطنية، ونكون قد حققنا المقصود. فأسأل الله تعالى أن يلهم القائمين على هذا البلد الأمين، خصوصا البرلمانيون وأعضاء الحكومة وأصحاب الوزارة المعنية بالأمر، أن يهتدوا إلى صيغ معينة لمساعدة هذه الفئة المعوزة جدا. طبعا العوز منتشر في كل مكان، لكن هذه الفئة عندها احتياجات خاصة. يقول إنسان فقد البصر أو فقد للسمع أو فقد لحركة إما يد أو رجله، أنا يتواصل معي يوميا العشرات من هؤلاء وأشعر بحرج، كيف ممكن أن نصنع لهم؟ لا بد أن نجد حلا. المساعدات ستكون مرة مرة، ولكن هذه حلول ترقيعية، نريد حلا يكون منطقيا ومعقولا وفعالا. وأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي رفع السماء بغير عمد أن يلهم القائمين على هذا البلد الأمين، يلهمهم الصواب والرشاد والرؤى النورانية المباركة، حتى يسن لنا قوانين اجتماعية جديدة وفعالة وتقدمية تكون لصالح هذه الفئة المعوزة بالذات. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. شكرا لك أخي محمد، توصلت برقمك وإن شاء الله نتواصل فيما بعد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.